صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 100 لسنه 2021 بتنظيم وزاره النفط جاء فيه تنظم وزاره النفط وذلك على النحو الاتي وزير النفط ويتبعه وكيل وزاره النفط وتتبعه اداره الموارد البشريه والماليه اداره العلاقات والتعاون الدولي اداره الرقابه والتراخيص اداره السياسات والتخطيط الاستراتيجي